يكون إيه. برافو سفولو. استهدفنا مجموعة من الطلاب المتسربين من المدارس والطلاب الضعيفين. الفكرة اجتنا من الاحتياج الكبير لطلاب المدارس الغير قادرين على الوصول للمدارس وعدم قدرتها على دفع القسوط المدارس الخاصة. نحن هون أربع أنسات متواجدين، عندنا دوامين، كل فئة بتتضمن 20 طالب، كل أنستين بيسلموا فئة، والعدد الأيام الأسبوع بيكون لكل فئة 3 أيام بالأسبوع. رصدنا الطلاب الضعيفين في هاي المخيمات وصرنا ندرسهم رياضيات، رشيدي، عربي عشان تقويهم، فتفاجأنا ولاحظنا انه في عدد كبير وكم هائل من الطلاب انه ما عندهم القدرة على الكتابة، وسبب رئيسي ثاني انه الاهل كمان ما عندهم قدرة انه حتى يجيبوا لهم قلم او محاية لابنهم، فهي الاسباب كثير عم تؤدي لتدهور الطفل بمستوى التعليم. فنحن حبينا انه كأنسات خصصنا وقت ساعة او ساعتين من وقتنا الشخصي وجينا على هاي المخيمات، صرنا نعطيهم من اهالي هالمخيمات عطونا غرفة وصرنا نعطي لهي الطلاب بهاي الغرفة. فهاي الغرفة ما فيها انه بسبب ارتفاع درجات الحرارة ما فيها لا مروحة، وفي عدد طلاب في كم هائل من الطلاب، فنحن اضطرينا انه نقسمهم لقسمين لهدول الطلاب، لفئة ألف فئة ب، وكل أنسة او تنتين صاروا يختصوا بفئة. في طلاب جيدين قادرين على انه القراءة والكتابة، بس في طلاب اعمارهم فوق الخمس فوق السبع وثمان سنين لهلا ما بيعرفوا يقرأوا او يمسكوا قلم، فنحن عم نساعدهم لحتى انه بس على القراءة والكتابة، حتى اذا دخلوا على المدرسة يكون عندهم فكرة او خلفية للقراءة والكتابة ما يتعذبوا كثير. اليوم درسنا الاحرف الابجدية، مو مذكرنا الاحرف الابجدية برفع الايد. أربعة شطورة.